صحتك بين ايديك. نعرفوا لي رمضان طاقته عالية بالنسبة لأشهر الأخرين، أما قول قايل علاش برشا ناس يبدو فاشلين في شهر رمضان؟ سيبوزون أنت عطشان وعندك كاس ماء قدامك، إذا ماكش باش تهز يدك وتشرب الكاس ماء ماهوش باش يجي وحده. كيف كيف بالنسبة للطاقة اللي موجودة في شهر رمضان؟ كيفاش نجمو نستغلوها وكيفاش نجمو ناخذو الطاقة هذية؟ في شهر رمضان الحاجة نجمو نعملوها هي العبادات. العبادات معناتها قراءة القرآن، الصلاة، تسبيح، كل ما هو روحانيات، كل ما هو علاقة بربي. ونذكروا اللي راهو العبادات ما همش كان الحاجات اللي قلنا عليهم توا، ما زاد في الأعمال. وقت اللي تخدم خدمتك بضمير تقول أنا باش نخدم خدمتي على أحسن ما يرام، خاطرني عبادة نعتبرها، عبادة نعتبرها باش نرضي ربي ونرضي نفسي. ما نقولوش أرجع غدوة ولا نقول خلي بعد رمضان، نخدم خدمتي بإتقان. وقتك أنا قاعد نستغل ونستفيد من القوة الإيجابية، من الطاقة الإيجابية متاع شهر رمضان. فنقوم بالصدقة، صلة الرحم، كي نمشي نزور أقاربي، كي نسامح عبد، نتسامح مع عبد كنت متغشى أنا وياه. هذوما كلهم الحاجات اللي يخليوك تستغل الطاقة الإيجابية في شهر رمضان. شهر رمضان هو تغذية للروح. احنا باش نوقفوا، صحيح باش نمسكوا على ونقوموا بامساك على الاكل، ما ناكلوش وما نشربوش، اما نتغذاو بطريقه اخرى. على ذلك اغلبيه الناس اللي يحسوا بالفشله هما يقفوا غادي، معناتها يوليو ما عادش يتغذاو بالغذاء العادي متاع الجسد، اما ما همش قاعدين يغذيو في روحهم. دونك ما تنسوش اللي شهر رمضان فرصه كبيره باش تغذي روحك، تغذي روحك باش تقرب بربي باعمالك افعالك بكلامك اللي تقوله للعباد، يكون كله إيجابي باش اللي تزرعه تحصده. صحتك بين إيديك.